جيد جدا. طيب لو تنقل لنا الأوضاع الآن في شهر رمضان الفضيل داخل المساجد بالولايات المتحدة الأمريكية فضيلة الدكتور إسماعيل. هو الغريب أن في هذا المسجد وفي مساجد أخرى محيطة، طبعا منطقة نيوجيرسي للإخوة المشاهدين هي منطقة للارتكاز أو لتجمع المسلمين، نيوجيرسي ونيويورك من المناطق المزدحمة بالجالية الإسلامية. الغريب أنه في اليوم التالي كان من المتوقع انخفاض عدد المصلين، طبعا سيطر الخوف على بعض منهم، لكن العكس حصل. في اليوم التالي وفي فجر اليوم التالي كان المسجد، مسجد عمر بن الخطاب والمساجد الأخرى في منطقة نيوجيرسي كانت مثل صلاة الجمعة، ما شاء الله. كان هناك تضامن كبير كبير جدا من المسلمين، هرعوا إلى المساجد وملأوا المساجد تضامنا منهم لما حدث للشيخ سيد والوقوف وأن يرى هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المعتدين أن المسلمين والمصلين لم يخافوا، بل على العكس زادوا وزاد التفافهم حول مساجدهم وحول أئمتهم. ودي رسالة حقيقة، رسالة إيجابية سعيدنا جدا بحنا نشوفها. طيب يقولون بأن الإسلاميين هم الإرهابيون، وفي النهاية نلاحظ بأنه مع مختلف تلك الحوادث نلاحظ بأن المجني عليهم دائما وأبدا أو في المعظم هم من المسلمين، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أنا كما قلت في البداية أن الإرهاب ليس له دين وليس له جنس وليس له لون. نعم. فالعمل حينما نصفه بالإرهابي لا نرى أو لا نلتفت لاسم الشخص ولا جنسيته ولا لونه ولا دينه، فهو العمل إرهابي إرهابي، إذا صدر من مسلم بيكون عمل إرهابي، إذا صدر من غير مسلم برضو عمل إرهابي. فلابد يكون في موضوعية في تناول مثل هذه الأحداث، وأن يكون الكيل بمكيال واحد وليس بمكيالين وثلاثة أحيانا.